ربي خير. ايه سمكة؟ انت درست يا ماما مكيه، انت تشربي من جوعك، لا تجلس يا ماما مكيه. ماذا تقول هذه السمكة؟ هل هي تجلس مرة أخرى أمام المكيف؟ تقول ماذا تقول؟ تقول أنا تجلس مرة أخرى. لا امنعيها. مرة أخرى تقولي أنا تجلس هناك. أنت قولي لها لا تجلسي مرة أخرى أمام المكيف. ما لا تجلسي يا ماما. وإذا لا سمح الله وإذا أصيبت بالزكام فماذا تفعلين أنت؟ أنت أين تأخذينها؟ إلى إلى أين؟ إلى أين؟ إلى مركز الصحي. إلى؟ إلى المركز الصحي. فمن يكون في المركز؟ ماما بالجوالين. ها بالجوالين طيب. فمن يكون في المركز الصحي؟ طبيبة. الطبيبة. الطبيبة ماذا تفعل؟ الطبيبة ماذا تفعل؟ الطبيبة ماذا تفعل؟ هذا جرحة. هذا جرحة. من أين جرحة؟ هنا. من أين؟ أريني 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 من أين جرحة؟ أنت إذن جرحت من الشفتين؟ لا هنا. طيب هل نأخذ هذا الأرنب إلى المستشفى؟ نعم. إلى المركز الصحي؟ أنا طبيبة. أنت طبيبة؟ أنت تعالجين؟ نعم. الطبيبة ماذا تفعل؟ الطبيبة ماذا تفعل؟ الطبيبة ماذا تفعل؟ لا بابا. أولا أخبريني الطبيبة ماذا تفعل؟ ممرضة. الممرضة ماذا تفعل؟ الممرضة تضع ميزان الحرارة. هي تضع ميزان الحرارة أين؟ في الفم. ثم ماذا تفعل؟ ثم تأتي الصوت. ثم يأتي الصوت. نعم. والطبيبة ماذا تفعل في المستشفى؟ في المركز الصحي؟ الطبيبة تعالج. تعالج؟ تعالج من؟ ما في الطبيبة تعالج من؟ ماذا يفعل هذا؟ يصفق. يصفق هكذا؟ الأرنب يصفق. الطبيبة تعالج من؟ الطبيبة تعالج من؟ أنا ماذا أسألك؟ الطبيبة تعالج من؟ تعالج